تزال كلمته حديث مواقع التواصل. فقد أشاد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالدور الذي تلعبه مصر في حماية الأمن القومي العربي، مؤكدا أن القاهرة هي الصخرة والحصن المنيع للأمة العربية، قائلا: فرحتنا كبيرة بانتقام مصر من الإرهابيين على الحدود المصرية الليبية، مشيرا في كلمته مصر الثقافة والحصن خلال افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى أن مصر لا تحمي نفسها وحدودها فقط، لكنها في الحقيقة تحمي البلدان العربية كلها، مضيفا أن الرئيس السيسي حتى في الأيام التي كانت تحكم مصر بالتيارات الظلامية كان واقفا بالمرصاد ولم يضيع حبة من ترابها، قائلا: نحيي ذلك الرجل الذي منذ أن بدأ والعطاء يأتي والبلد يرتقي. ونالت مصر ما نالت، فربما يظن البعض لماذا مصر؟ لو رجعنا للتاريخ كله لوجدنا أن مصر هي الحصن الحصين. عندما اندفع المغول من المشرق نواحي المغرب ولم تكن أي بلد من البلدان تستطيع إيقافهم إلا الصخرة القوية التي كانت على حدود مصر قبل أن يدنسوها، ومن ذلك الوقت أصبحت مصر هي الصمام لهذا الأمان الذي ننشده.